أعمل في هذه الشواية لمدة 9 سنوات، أستقبل الزبائن الكليان بطريقة جدية. كنوقف كنقول السلام عليكم، واش غتاكلوا خويا هنايا؟ يمكن لكم تاكلوا؟ كيقول لي نعم. كنصحبوا معايا لسوق السمك، كيختار السمك اللي بغى كنطيبوا ليه. كنديروا جميع المأكولات، منهم السرديل شواية، وكنديروا الكروفيت مشرمل، والحوت مخلط فريتور كيشريه الكليان بيدو كنطيبوه ليه، واي طريقه الحوت كنصايبوها. عندي 6 ابناء متزوجه، الرجل مريض اعاقه ذهنيه، والبنت معاقه ذهنيه، واعملوا على اولادي. البلاصه مشهوره شويه، كيجيو من طنجه حتى للقويره، ولكن بغينا المسؤولين عاوتاني ينظموا معنا الشغل، وينظموا لنا الباركينغ برا، وينظموا لنا الشوايه، لان هذه البلاصه كنجيبوا منها القوت لولادنا، كنطلبوا منها رزق مزيان، كنصوروا منها فليسات، ولكن خاص مازال المسؤولين يخدموا معنا ونقاو لنا الدنيا. مازال خصنا، ملي كانت العامله الله يكثر خيرها خدمات معنا ونقات لنا الشغل، ولكن المسؤولين بدورهم السلطات الامن والباشا وداك الشيء خاصهم مره مره يجيو يحيدوا لنا واحد الحمق سميتو كريم كيضربنا بالمواس، ما كاينش اللي كيدافع علينا، وواحد الشمكار سميتو ميلود حتى كنحطوا الكليان الحوت وتيجي تبرزتنا. هادو جوج ما كاينش اللي يخدم معنا يحيدهم لينا. هذه هي الحاجه اللي بغيتي شويه تنقى، خاصو يحيد كريم الحماق ويحيد ميلود الشمكان. كنبداو من 7، المهم الماكولات كتبدا كنجيو مع 6، كنسيقوا وكنصايبوا لي صلاد الفريد داكشي. مني الزبائن كنخرجوا مع 9 تنبداو الخدمه، من 9 حتى ل 8 الليل في الصيف تنساليو حتى ل 3 حتى للجونس، يعني بلاصه زوينه ومشروع زوين غادي مزيان. الطبيب مره مره تيدوز تيشوف، كاينه مراقبه خويا، كاينه كلشي خدام، الطبيب خدام كيجيو كيراقبوا داكشي كامل كيعطيو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.